أعزائي المبدعين يعطيكم العافية. درس اليوم شيق وممتع للغاية، رح نتعلم فيه الرسم التماثلي والتناظري عن طريق الفوتوشوب، ورح نتعلم كمان كيفية رسم المندالة. طبعا مو مهم يكون عندك جرافيك تابلت، ممكن ترسم بالماوس، ولكن إذا عندك جرافيك تابلت بتكون العملية أسهل. بعد ما نفتح الفوتوشوب بنختار الكانفاس أو قياس لوحة العمل يلي رح نعمل عليها، وبنروح وبنفتح نيو لاير. وطبعا لازم انبه انه لازم يكون الفوتوشوب CC 2019 او CC 2020. بعد ما نفتح نيو لاير بنروح وبنختار اداة الفرشاة. طبعا دائما تأكدوا انه الهاردنس عندنا 100% والسموذينج خلونا نعمله 100%. ليه؟ لانه اذا كان السموذينج صفر ففي حال الرسم سواء بجرافيك تابلت او في ماوس راح يكون بهذا الشكل، يعني الخط مائل او متعرج. بينما اذا عملنا السموزينج 100% فبتلاحظوا انه في انسيابيه، الخط غير متعرج. اتوقع فهمتوا المقصود بكلامي شو. طيب خلونا نحذف هاي اللاير ونفتح لاير جديده. طبعا في حال كنت عم تستخدم جرافيك تابلت وانت مختار اداه الفرشاه، بالاوبشن بار في عندك هاي الايقونه راح تكون غير مفعله، بنضغط عليها لحتى نفعلها. هاي في حال فقط اذا كنت عم تستخدم جرافيك تابلت، بحيث تقول له للفوتوشوب انه يستخدم البن بريشر، يعني ضغطة القلم. تمام. طيب السيمتري او التناظر او التماثل هو عبارة عن خط بيعمل لك ميرور، بيعمل لك مراية لاي شيء بترسمه. يعني اذا رحنا على الايقونة يلي بتشبه البترفلاي، يلي بتشبه الفراشة، وضغطنا عليها بهذا الشكل، في عنا الفيرتيكال، الهورايزنتال الافقي، والدول اكسس، والدياجنال، وعنا عدة اختيارات. خلونا نختار الفيرتيكال ورح نتحكم بالحجم. مثلا رح نضبط الحجم بهذا الشكل، رح نتركه على ما هو عليه، رح نحطه بالمنتصف ونضغط اوكي. حاليا شو ما رسمنا بهي الناحية رح يتطبق بالناحية الثانية. يعني على فرضا انا عم ارسم شخصية وعم ارسم عين بهذا الشكل، رح تنرسم بالطرف الثاني حواجب او مثلا انف. طبعا هذا مو حي الله انف. او مثلا خلونا نرسم قلب بهذا الشكل، فعملنا ميرور، عملنا انعكاس مرايا للشيء اللي عم نرسمه. اكيد الفكرة واضحة. وكذلك الامر في باقي الاختيارات، يعني اذا حطينا الدول اكسس يعني المقصود فيها رباعي الاتجاهات او ثنائي الاتجاهات اللي هو يمين يسار على اسفل. انا شو ما برسم هون شايفين عم يتطبق بالناحية الثانية. ولكن في حال بدنا نرسم الماندالا في عنا اختيار خاص لهالموضوع. اذا ضغطنا على ايقونة الباترفلاي او السيمتري نختار الماندالا. اتوقع ضغطت بسرعة، رح نعمل كانسل لحتى افرجيكم موقع فين بالضبط. نضغط على ايقونة واخر اختيار الماندالا، نضغط عليها. هلا عم يقول لك شو هو السيجمنت كاونت، يعني عدد الاعمده. هي سيجمنت مش اعمده، ولكن بيقصد عدد الاعمده. انا كيف بدي احدد عدد الاعمده؟ اذا نظرنا على الصوره الظاهره امامكم على الشاشه، هي احد رسمات الماندالا البسيطه. فبنشوف من عدد البتلات الموجوده او عدد الميرورز يلي معموله، وبنحدد منها كم عمود او كم سيجمنت بدنا. يعني مثل ما لكم شايفين امامكم عنا 1 2 3 4 5 6. فانا السيجمنت كاونت بضغط رقم 6 وبضغط اوكي. انا على فكره في عندي عاصفه وعندي اعاصير، اتوقع سامعين الصوت فلا تواخذوني. المهم فينا نتحكم بالحجم وبالموقع وبنضغط اوكي. هلا انا راح افتح نيو لاير. طبعا راح نرسم بشكل بسيط، مو شرط تكون دقيقة 100% نفس الرسمة، ولكن نحن كمثال. هلأ عنا بنبدأ بالبتلات الصغيرة. مجرد أنا أرسم بهذا الشكل شايفين عمل لي سيمتري، عمل لي تناظر. فيني مثلا من المنتصف أعمل هذا الشكل هيك، طبعا طلعت بشكل سيء، خلونا نعيد الرسم. مثلا رسمت من هون وراح أرسم من هون. خلص خلصنا البتلات اللي بالمنتصف، بنفتح نيو لاير وراح أعمل اللي بالأعلى، راح اعملهم بهذا الشكل هيك بهذا الشكل. ما طلعوا حلوين، راح نعيد الرسم، راح ارسمهم بهذا الشكل كمثال بسيط. Two thousand years later.
طبعا بعد المحاولة الألف مبدئيا هذا يلي طلع معي. مثلا عن هاي الدوائر بهذا الشكل نقدر نعمل هيك أو نعمل كنترول زد نفتح نيو لاير. في عنا احتمال مثلا نرسم شغلة تانية هون بهذا الشكل بدل ما نرسم الدوائر الموجودة أمامنا، وفينا نزينا بالشكل يلي بدنا إياه. طبعا في حال بدنا نعمل راديال أو بشكل دائري نضغط على أيقونة الباترفلاي نختار الراديال، خلينا كمان نحطها 6 انتر، كمان نفس القياس. في حال رسمنا الإيكو بشكل دائري كيف بيطلع معنا؟ مثلا إذا رسمنا شكل آخر دائري شايفين؟ طبعا مو هذا الشكل المرغوب يعني، بس مثال إذا رجعنا على الماندالا رجعنا على رقم 6 نضغط أوكي. فينا إذا كبرناها بشكل أكتر مثلا حطيناها بالمنتصف فينا مثلا نعمل هذا الشكل أو مثلا هذا الشكل، بس فينا نرسم هون كمان دوائر أخرى أو باتلات أخرى. فينا مثلا هون نعمل هذا الشكل، فينا مثلا إذا اخترنا الماندالا نفسها مرة تانية عملنا السيجمنت كاونت 3 بس فصار عنا 3 أضلاع. نضغط اوكي نفتح نيو لاير. فينا نرسم بس بشكل ثلاثي مثل ما لكم شايفين، وطبعا فيكم تتفننوا فيها بالشكل يلي بدكم اياه. طبعا انا مالي خبير برسم الماندالا لانه رغم انه فن جميل الا انه ما بيستهويني يعني، ولكن هاد كان درس خفيف ونظيف بسبب انقطاعي عن اليوتيوب. وبعد ما ننتهي بنضغط على ايقونة الباترفلاي وبنعمل سيمتري اوف بحيث نوقف السيمتري او يعني التناظر، وفيكن ترسموا بالشكل يلي بدكن اياه وتتدربوا عليها بشكل اكبر سواء بالماوس او بالجرافيك تابلت. هذا بس كان درس خفيف ونظيف بسبب انقطاعي عن اليوتيوب، ومثل ما قلت لكم انا ما بيستهويني رسم الماندالا لهيك ما لي خبره زياده فيه. طبعا بالفتره البسيطه رح تحسوا انه في عندي انقطاع بسبب ظروف الانترنت، والله اعلم كيف الانترنت في سوريا، بس بتمنى تعذروني وبتمنى يا رب يكون الدرس فاتكن ولو شيء بسيط. وبس كان معكم علاء درويش، بنلتقي في حلقة قادمة وسلام.